السيدة الوزيرة، عندي تدخل من نقطتين أساسيتين. الأولى هي في جهة الداخلة وادي الذهب، تتوفر على أكثر من 1500 سكن جاهزة صالحة، يعني لا مقفولة، تنقول إحنا لا مقفولة. هذا الإشكال الحقيقة اللي نقدر نحلو به هذا، يعني هذه الأسباب ما نعرف شنو هي، ولكن ركلف الدولة أموال طائلة وإحنا نقدر نحلو به مشاكل كبيرة لهذه الفئات الهشة، من يعني شباب متزوج عاطل عن العمل وعنده إكراهات معينة وقهرات الظروف، فئات العائدين، فئات يعني نساء الأرامل المطلقات إلى غير ذلك. يعني ومع العلم أن يعني السومة الكرائية جد مرتفعة، تتجاوز 3000 درهم في الداخلة والذهب. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية السيدة الوزيرة الله يرحم والديك، نقطة أساسية هي عندنا حوالي يعني في مجال يعني المجال ديال الداخلة يعني ديال الترابي ديال مدينة الداخلة، عندنا حوالي 15 تجزئة غير مجهزة، وهذه حتى هي بالإضافة إلى إشكالية السكن اللي تقدر نحلوها به، عندنا فيها إشكالية ثانية السيدة الوزيرة، هي أنها يعني تشوه النسق العمراني وجمالية المدينة. في هذا الإطار السيدة الوزيرة نلتمس منكم ونلتمس من خلالكم من رئيس الحكومة أنه تدخلوا لحل حالة هذا النوع من المشاكل، وشكرا. شكرا. مرتبطة بالمسألة تاع تصفية العقار، كان واحد الوقيتة هذه سنين ما بقاتش هذه المسألة، كانوا خاصة المؤسسات العمران كانت تبني فوق أراضي اللي مازال ما تملكات، واليوم خصنا نسويو الوضعية ديال هذا العقار باش يمكن لنا نإكلاطي ولاتي يدخل الناس يستافدوا. دار واحد مجهود للمثال العيون كان فيها واحد العدد كبير، اليوم بقات هي 300 وحده اللي مازال ما تسلمات، وحنا غنديروا نفس العمليه في جميع مناطق الجنوب. شكرا.